Cara mengganti dari yang awalnya dikontrol komputer menjadi dikontrol pengguna di pertengahan pertandingan. جديدة وفق الخطة، البدايات لها قيمة كبيرة، الانطلاقة القوية قد تدفع الفريق لتقديم أفضل ما عنده وتعزز الثقة عند اللاعبين وتجعل الجماهير تقف خلف الفريق وتدعمه. أهمية كبيرة لهذه المباراة والكل يريد أن يظهر. هل يضعها في المرمى؟ ثقة كبيرة أظهرها الدفاع هنا في هذا التحدي، انطلاقة مميزة انتهت بتدخل سليم وحاسم. تمريرة جميلة الآن ويلعبها عرضية. الآن ممكن نشوف هجمة معاكسة، إبعاد الكرة بدون أي مخاطرة. نشوف الآن تحول هجومي سريع. قد تكون هذه فرصتهم. انطلاقة فرصة الآن. أوه، تصدي غير عادي من حارس المرمى. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. يلعبون ركنية قصيرة، ممتاز في التمرير، يلعبها إلى داخل الثمنتاش. الآن فرصة لهجوم معاكس، تحول سريع في الملعب. لم ينجح أي فريق في هز الشباك في هذه المباراة حتى الآن. يحاول تمريرها من بين المدافعين. تدخل قوي. الكلمة الأخيرة هنا كانت الدفاع اللي تدخل في الوقت المناسب لإيقاف انطلاقة هجومية مميزة. كرة ممتازة، فرصة خطيرة هنا. يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا، يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس. الكرة تضرب في القائم وترتد. يصوب كرة، يسيطر على الكرة. كيميتش يحاول أن يسدد الكرة من هنا. يا سلام على الرشاقة. الله على روعة الهدف. ركنية بالمقاس بالضبط إلى داخل منطقة الجزاء، وهو أنهى المهمة كما يجب. مجهود كبير من اللاعب في التحرك للأمام، قراءة الهجمة بشكل سليم، تواجد في المكان المناسب من أجل وضع الكرة في الشباك. هذه الأمور لا تحدث صدفة بصراحة، تحتاج إلى ذكاء كروي. أصبحت النتيجة الآن هدف مقابل لا شيء. بسينا يتدخل ويقطع الكرة وترجع الكرة إلى الحارس. الحارس يبدأ الهجوم بكرة طويلة. النتيجة 1-0 فقط لكن المباراة كانت تقريبا من جانب واحد. يا إلهي على الارتقاء، كان ممكن استغلال عرضية في تسجيل هدف. فرصة كانت موجودة هنا.
جالياردينيلكل من انضم إلينا الآن هدف وحيد هو الذي يصنع الفارق حتى الآن. النتيجة 1-0. لعبة أي كلام، لم ينجح حتى في تجاوز منتصف الملعب. تمريرة بدون عنوان، فرصة لتحول هجومي سريع، وفي الشوط الأول كل فريق عنده نظرة مختلفة الآن في استراحة آخر يحاول العودة. نتيجة لا تعبر عن مجريات الشوط الأول، كان هناك سيطرة واضحة تماما، تفوق كبير بيتبع الكلمة، لكن الفرص لم تستغل، وبالتالي فإن النتيجة بقيت على 1-0. يا له من شوط أول استثنائي هنا، تقدم بفارق هدف، يعني راح نشوف إثارة أكثر في الشوط الثاني. تستأنف المباراة مع انطلاقة الشوط الثاني. هدف يبعثر أوراق المجموعة. إنزاغي محاولة في منتهى الروعة، لكن كانت تحتاج إلى شوية حظ. فيليبو إنزاغي يلوم نفسه بالتأكيد على شوف ضغط هائل في هذه المباراة. سلاسة غير عادية في نقل الكرة بين اللاعبين. بسينا الآن فرصة للهجوم المرتد، وصلت إليه، عدى وتوغل هنا، والفرصة الله على هذا التألق لحارس رائع. ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. تدخل جميل واعتراض أجمل، كرة طولية في المساحة الخالية، يعود بالكرة للوراء. هل تمر الكرة؟ فلسفة المدرب واضحة من خلال أسلوب الفريق في الملعب، أتمنى أن لا يدفع الثمن على جرأة الهجومية. راسموس هويلاند، جالياردينيوتدخل كان حاسم هنا من أجل استعادة الكرة. بسينا، مولر، إيزو واعد مكانه وبتدخلاته جيدا. بابلو ماري، بسينا، كيميتش يرتكب، دامبروزيو، بسينا، فرصة سهلة، والفرصة خطيرة. فعلها وسجل الكرة في الشباك. مسكين بصراحة حارس المرمى في هذه اللقطة، تألق في الأولى، لكن لا يمكن أن يستمر في الدفاع عن مرمى بمفرده. هذه قدرات خاصة، هذه مهارات خاصة لا يتمتع فيها إلا القليل، تمركز، التموقع، سرعة ردة الفعل كبير جدا. نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. هاري كين، بينية جميلة، هذه فرصة جول، خلص الكرة. واضح التركيز والعزم على تحقيق الفوز في هذه المباراة، أمر لا نشاهده كثيرا من فرق ترضى بالتعادل في الدقائق الأخيرة. أليخاندرو غارناتشو، مولر، إنزاغي، لديك، يلا جول، هدف يأتي. كبيرة في التحول من الدفاع الهجوم، رغبة في التسجيل، هجوم لم يرتد الدفاع بالسرعة الكافية.
متقدمون الآن، ولكن هل يمكنهم التماسك في الدقائق القليلة المتبقية؟ يلعبها كين، رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل، إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى، كانت محاولة جيدة على المرمى. تمريرة بدون تركيز وتنطلق صافرة الحكم لإنهاء اللقاء. مباراة كبيرة مثيرة جدا، حسم في الأخير الفريق الأفضل، تمكن من تحقيق الانتصار الرائع في مباراة استمتعنا بأجوائها.